محافظة جنوب سيناء بتتميز بالمقومات البيئية والطبيعية بجانب المنشآت السياحية المتواجدة هنا. وبتشهد مدينة شرم الشيخ توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة نيش بدولة صربيا بهدف زيادة أعداد السائحين وتنشيط حركة السياحة. دلوقتي تقدر تقول إن في اتفاقية توأمة بين شرم الشيخ ونيش الصربية. الاتفاقية دي فيها إيه بقى؟ فيها حاجات عن تبادل الوفود الثقافية، الفلكلور المصري، الشعب المصري السيناوي يروح في صربيا وصربيا تبعت الفلكلور الصربي هنا. عندهم سياحة علاجية كويسة قوي، أنا عندي عايز استفيد منهم لأن أنا عندي حمام موسى، حمام فرعون، وعندي مياه كبريتية كتير في 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 المحافظة نستفيد منهم. على فكرة في ناس عن السياحة الموجودة هنا، نعمل جلسة مباحثات إن عايز منهم إيه، هم عايزين مني إيه. أنا قلت لهم أنا عندي قرية شبابية هنا ممكن تستخدموها في الشتاء لأن هم عنده تلج هناك، ممكن فرق وتيجي تتعطي الشمس الجميلة عندنا في شهر يناير تدرب عندي. الحاجات دي كلها إحنا ناقشناها، كان ده إحنا كلنا اتكلمنا فيها. النهاردة كان يعني بتتوج كل هذه المباحثات وكل هذه بالتوقيع على البروتوكول. شملت زيارة الوفد الصربي المقاصد الترفيهية بداية من منطقة سوهو سكوير ومتحف شرم الشيخ الذي يعرض أثار التاريخ الفرعوني بجانب رحلة سفاري بين الدروب الجبلية ودير سانت كاترين. هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع سيادة محافظ جنوب سيناء تحدد آليات التعاون بين مدينة نيش وشرم الشيخ في السياحة والاقتصاد والصحة والتعليم في خلال 5 أعوام القادمة. هذه اتفاقية هامة للغاية بين مدينة نيش وشرم الشيخ. نحن واثقون أن هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير هام ليس فقط في قطاع السياحة ولكن في مختلف المجالات بين المدينتين. تنظيم رحلات جوية من دولة صربيا إلى مدينة شرم الشيخ بشكل منتظم من نتائج الاتفاقية التي تعكس التعاون المثمر بين البلدين، وتأكيد أن جنوب سيناء من أهم المقاصد على الخريطة السياحية. خالد أحمد، MBC مصر.